نروح للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، برضو نطمن على الفريق ونبارك له طبعا على الشوط الاول اللي انتهى في القاهره، وان شاء الله الشوط الثاني يكون في بريتوريا. كابتن سيد ازي حضرتك ومبروك. الله يخليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكابتن باتري وكابتن شريف وكابتن بلال. الله يخليك يا كابتن سيد. كابتن سيد، الشوط الاول انتهى في القاهره، الكل ينتظر التحضيرات ان شاء الله للشوط الثاني في بريتوريا ان شاء الله. كابتن سيد بالتاكيد، يمكن طبعا مباراه صعبه جدا، الحمد لله وصلنا ان احنا نكسبها، لكن المباراه الثانيه هتبقى اكثر شراسه. انا متاكد مباراه بريتوريا هتبقى اكثر شراسه ان شاء الله، ربنا يوفقنا فيها ان شاء الله ونرجع للصافي التاهل. المباراه كانت مقفوله لحد كبير جدا في الشوط الاول. الشوط الثاني يعني توقيت الهدف كان كويس جدا بالنسبه لنا، كان ممكن النتيجه تبقى اعلى من 2-0، لكن في نفس الوقت كان ممكن يبقى توصل ل 3-1 او 4-2 يعني. فبالتاكيد الحمد لله على كل شيء، يعني كون ان ما يدخلش فيك هدف ده مهم جدا يا سام، وانت عارف كده كويس، فالحمد لله رب العالمين. طيب يعني مش النتيجه العاليه قوي، لكن في النهايه الشراسه والنهائي كله هيبقى في بريتوريا. تمام. كابتن سيد، الفريق هتسافر امتى ان شاء الله؟ احنا مسافرين بكره، يمكن رايحين بدري شويه. انا عارف كويس ان عارف موضوع الاكسجين وحته التنفس عايزين ناخد عليها ونتعود عليها بدري شويه، فمسافرين بكره وهنبقى مع صن داونز على نفس الطياره يعني. لكن ان شاء الله الرحمن نشتغل بشكل كويس جدا ونقدم مفروض كويس، ويا رب ان شاء الله الرحمن نكون موفقين في التاهل، لان هي فرقه كبيره وفرقه قويه. لكن ان شاء الله الرحمن باذن الله ربنا يكون موفقنا باذن الله ونرجع لصافي التاهل ان شاء الله. كابتن سيد، هل من الممكن ضم اي عناصر اخرى على المجموعه المتواجده، ولا هي المجموعه المتواجده فقط اللي هم ال 20 لاعب؟ لسه الراجل في المؤتمر الصحفي هيتكلم معاه دلوقتي ان شاء الله الرحمن، وهنعلن بعد ما اتكلم معاه. يعني سوف يتم الاعلان اليوم على القائمه اللي هتسافر ان شاء الله بكره باذن الله. طيب، كان ممكن تقول لنا البرنامج خلال وصولكم من بكره وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ هنسافر بكره الساعه 11 ان شاء الله الرحمن طيارتنا، هنوصل على الساعه 7 في جوهانسبرج. انت عارف ما بين بريتوريا وجوهانسبرج زي القاهره والجيزه يعني، تقريبا في نفس البلد يعني. هنقعد هناك خمس مساء هتبقى في بريتوريا، هنقعد الايام دي. سافر دلوقتي يحضر لنا الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله الرحمن، نكون تمريناتنا واحوالنا كلها. انا عارف ومتاكد ان مباراه بريتوريا هتبقى الاكثر شراسه والاكثر جديه والاكثر قوه، ولازم نشتغل بشكل كويس قوي، نقفل الصفحه بتاعت النهارده، نتعلم منها اكيد وناخد منها شويه حاجات، لكن في النهايه احنا لازم نكون مستعدين على يعني مباراه في منتهى القوه هناك في بريتوريا ان شاء الله. الاهلي متعود يلعب خلال الفتره السابقه الساعه بعد الظهر يعني، او الساعه 6 7، مباراه بريتوريا هتبقى الساعه 3، هل سيتم التعود على هذا الطقس وعشان كده رايحين بدري؟ يعني احنا يمكن السنه اللي فاتت بحكم الجدول اللي كان محطوط عندنا، كنا عندنا الزمالك وبعد كده لعبنا الاتحاد وبعدين سافرنا قبل المباراه ب 48 ساعه، حته الاكسجين دي كانت مدمره بالنسبه لنا، فبالتفادي الموضوع ده سافرنا بدري شويه، هنتمرن في نفس ميعاد المباراه كل الايام ان شاء الله يعني. لكن في النهايه الساعه 3 الساعه 6 الساعه 9 هي مباراه بتتحسب في التاريخ، عشان كده بقول لك يعني مباراه النهارده انتهت بكل ما فيها، الحمد لله ان احنا ما دخلش فينا جول، ده مهم جدا. كنا ممكن نجيب 3 اهداف ده كان وارد، كنا ممكن نجيب 4 اهداف ده كان وارد، لكن كنت ممكن تستقبل هدف او 2، ف 2-0 احسن من 4-2 او احسن من 3-1 الحمد لله. لكن الشيء دي اللي هتقول عليها يا اسلام، اللي هتقول عليه هو المباراه اللي هناك من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره، من اللحظه الاولى للحظه الاخيره، من صفاره البدايه لحد صفاره النهايه ان شاء الله. كابتن سيد، انت شفت اداء التحكيم النهارده ازاي، خصوصا يعني النادي الاهلي له يعني مش عايز تتكلم في الموضوع ده مفيش مشكله، ولكن النادي الاهلي النهارده ما اعرفش احساسي ما شفتهاش لحد دلوقتي بتاع لا 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 دي واضحه كابتن، يعني احنا شفناها كتير. اللي هي ضربه الجزاء الاولى اللي هي بتاعت قفشه مظبوط، اللي هي لم تحتسب، اللي هي بتاعت قفشه الشوط الاول يعني انا برضو دي حاجات مؤثرات بشكل كبير قوي، انت متعرف كده يعني. الموضوع بالنسبه لنا يعني كل سنه لنا حته وحته في تفصيله في ميعاد مهم يعني. لكن خلاص هتتقفل برضو يعني بكل ما فيها يعني هتتقفل، وان شاء الله الرحمن باذن الله قادرين ان شاء الله الرحمن، وربنا يكون معانا باذن الله ان احنا نرجع للصف الاول ان شاء الله. كابتن سيد، اخيرا موسيماني جه لفايلر واتكلموا مع بعض، كان في حاجه ولا كان ايه الموضوع؟ لا هو راجل يعني طبعا مدرب كويس ومعاهم بقاله فتره وكل حاجه، لكن الشغل التصريحات او ان يعني بيدي لك نوع من التلويم المغناطيسي يعني، ده خلاص بقى ما بيبقاش في الكوره يعني. لكن في النهايه الحمد لله يعني على كل شيء.
لا هو في الملعب وقف اتكلم مع فايلر اعتقد. هو بيهدي دايما الاجواء يعني، هو دايما بيهدي اجواء يعني، كلامه لطيف واحنا ما كانش فيه مشكله يعني ولا حاجه اقصد. لا 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 طيب هو دايما تصريحاته يا كابتن سيد موسيماني بتبقى تصريحات يعني ورديه كده يعني، بحسسك بالتنويم المغناطيسي يعني. ما انا بقول لك يعني، هو فكره ان انت بيعظم جدا من شانك كويس تمام، لكن في النهايه ما تنطقش ولا ده، لان انت في النهايه بتقابل حرب داخل الملعب يعني. هنواجه الكلام دي في منتهى العنف ومنتهى القوه ومنتهى الجديه ومنتهى الاصرار، صراحه ما نكون مصرين فيها. اخيرا يا كابتن سيد معلش، رمضان صبحي هيكون له تواجد ولا لسه ما بانش؟ ايه يا اسلام؟ رمضان صبحي هيكون له تواجد بكره او كهرباء او بقيه المجموعه؟ مع الدكتور واتكلم مع الراجل بتاعك. طيب تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد عبد الحفيظ. من الواضح طبعا